Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello everyone. In this topic, we will talk about automation in clinical chemistry. And it will be presented by Dr. Mujtaba Ahmed. The objective of this topic, in this topic, we will define the automation in clinical chemistry, principles of automation, and also we'll talk about advantages of automation and types of analyzers that use in automation. So automation in clinical chemistry is a process of using laboratory instruments and specimen processing equipment to perform clinical laboratory assays with only minimal involvement of technologies. يعني لما نتكلم عن الاوتوميشن في الكلينيكال كيمستري او في الكيمياء السريريه هو يعتبر بروسيس نحن بنستخدم فيه الانسترومنتس في المختبر والاجهزه المسؤوله من العمليه بتاعه البروسيسنج اوف سبيسيمنز اللي هو من ناحيه بتاعه سيبريشن اوف سامبلز انتو سيرم اور بلازما. عندنا برضو addition of sample to reagents and then convert it to reading and so on. فكل الخطوات دي ان احنا بنستخدم فيها الاجهزة بتاعت الاوتوميشن ودي بتقوم لنا بكل الخطوات دي من الالف للياء with only minimal involvement of technologist. يعني بنعمل minimization للinvolvement of laboratory specialist, يعني بنقلل التدخل بتاع البيرسونيل في البروسيس دي. The modern clinical chemistry laboratory uses a high degree of automation. يعني النظام الجديد في المختبرات الحديثة بيعتمد اعتماد كبير جدا على الاوتوميشن. Many steps in the analytical process that were previously performed manually can now be performed automatically. يعني معظم الخطوات اللي احنا زمان كنا بنعملها manual nowadays احنا ممكن نعملها through the automation. This permits the operator to focus on tasks that cannot be readily automated and increasing both efficiency and capacity. يعني من خلال استخدام الأجهزة الحديثة في الكلينيكال كيمستري نحن قدرنا انه يعني نعمل مينيمايزيشن للايرورز وفي نفس الوقت نخلي المختبر حقا ممكن يجري لنا عديد الفحوصات في فترة زمنية وجيزة. So what is the principle of automation? ما هو المبدأ الذي يعتمد عليه الاوتوميشن؟ The automated instrument uses robotics and fluidics to replicate the manual task. يعني الفكرة كلها في انه نحن الاوتوميتد instrument اللي بنستخدمها في الكلينيكال كيمستري بتعتمد على استخدام الروبوتس اللي هو يعني زي الميميكرايزيشن للهيومن بودي او للهيومن بينج. يعني الروبوت او الآليات أو الإنسان الآلي أو المعدات اللي بيتحاكي لنا عمل الهيومن بينج. يعني مثلا أنا بقوم باخد with my hand ومن طريق البيبيت مثلا باخد كذا مل من السامبل ضيف لي كذا مل من الرئيس. فنحن من خلال الروبوتس ممكن نقوم نعمل القصة دي. فبنستخدم الروبوتكس and fluidics. يعني الفلويدكس يعني معناها يعني تحكم بيعتمد على الضغط العالي. يعني مثلا بيكون عندي تيوبس والتيوب دي بتعتمد مثلا على البريجر عشان في النهايه يقوم يحصل لها عمليه بتاعه البوشينج اوف ذا سامبلز توير ذا ريجنت اند سو اون. سو واي وي يوز اوتوميشن يعني شنو بمعنى اخر, يعني ما هي الادفانتجز ريجاردنج ذا اوتوميشن, المحاسن بتاعه الاوتوميشن شنو؟ First of all, increase the number of tests by one person in a given period of time. يعني بزيد لي عدد الفحوصات اللي ممكن يعملها الفرد في المختبر. Two, minimize the variations in results from one person to another. لو بيقلل لي برضو الاختلافات أو الفروقات اللي ممكن تكون في laboratory result between one individual and another one. لأنه إذا عندنا مثلا عينة معينة اشتغلوها two individual ممكن يكون في variations. فلكن عن طريق الاوتوميشن ممكن نعمل مينيمايزيشن للايرورز او الفاريشنز دي. 3 مينيمايز ايرورز فاوند ان مانوال اناليسيس اكويبمنت فاريشن اند بايبيتس. حتى الاخطاء الممكن نرتكبها مانوالي ثرو اوتوميشن ممكن نقللها لادنى حد. Also use less samples and reagents for each test.
الميزة المهمة جدا جدا للأوتوميشن إنه بيستخدم لك كمية بسيطة جدا من العينة وفي نفس الوقت كمية بسيطة من الريجنس. يعني معناها يعني كمية معينة من الريجنس ممكن تشتغل لي عدد كبير جدا من الفحوصات. فدي يعتبر يعني جزء من أول most important advantages of automation. What are the types of analyzers؟ أنواع الأنالايزرز أو الأجهزة المستخدمة في الأوتوميشن شنو؟ First of all عندنا الcontinuous flow analyzers. والcontinuous flow analyzers بيعتمد على الflow of reagents and patient sample. له tubing flow of reagents and patient sample. يعني بيحصل flow أو مرور للsamples والreagents من خلال tubes معينة. هنشوف إن شاء الله. Second type عندنا centrifugal analyzer. The centrifugal analyzers force move samples and reagent into cuvettes area for simultaneous analysis. يعني هنا بيحصل عملية بتاعت شنو؟ moving the samples والreagents في cuvette معينة عشان فينا يحصل لي analysis. The third type عندنا discrete analyzers. The discrete analyzers separate testing cuvettes for each test and sample. يعني هنا بتتميز بإنه السامبلز والreagents بتكون مفصولة في أماكن محددة وفي نفس الوقت العملية بتاعت الرياكشن بتتم في كيوبيت أو في سلايدز أو في صلص معينة وبعدين بنرميها أو بتبقى ديسبوزابل. عندها برضو الميزة بتاعت الراندم أو الريجولار أكسس. يعني ممكن يعني إحنا في من خلال البروسيس ممكن نعمل سيلكشن بصورة مثلا يعني عشوائية أو أنا عايز أختار عينة معينة عايز أشتغلها في فترة معينة أو مثلا في بعض الأحيان بيجيني مثلا عينات بتاعت اللي هو الاستات اللي هو عينة بتكون مثلا short turn around time يعني لو مفروض أنا أشتغلها في فترة معينة. فممكن من خلال الميزة بتاعت الراندم أو الإيرريجولار أكسس في الديسكريت أنالايزر ممكن نشتغل العينة في بأسرع فرصة من دون ما ننتظر الترتيب بتاع العينات اللي أنا عملت ليها entering في الجهاز أو برمجتها في الجهاز حقي. نبدأ بالcontinuous flow. The first auto analyzer was continuous flow. يعني يعتبر أول auto analyzer كان عبارة عن continuous flow. وفيه a single channel sequential batch analyzer capable of providing a single test result on approximately 40 samples per hour. يعني الميزة بتاعته بتاعت ال first auto analyzers اللي هو كان single channel كان بيشتغل لنا 400 samples per hour. يعني 40 عينة في الساعة الواحدة. اللي هو دائما يسميه single channel auto analyzer. في analyzers with multiple channels allow for different tests لمختلف الفحوصات working synchronously to produce 6 or 12 test results simultaneously at a rate of 360 or 720 test per hour. يعني في analyzer بيكون عنده multiple channels ده معناها for different tests ده ممكن يشتغل لي مثلا 6 فحوصات او لغاية 12 فحص مختلف. يعني فحوصات بتكون مختلفة في مختلف العينات يعني بمعدل 360 أو 720 فحص في الساعة الواحدة اللي هو دي بنسميه الانالايزر with multiple channels. In continuous flow analyzer the samples were aspirated into tubing to introduce samples into a sample holder. يعني في continuous flow السامبل بيحصل لها aspiration بتيوب معينة عشان بعدين تمشي تنضاف للريجنس في كيوبيت محددة ويحصل لي الريدين. Then bring in reagent and create a chemical reaction and then pump the chromogene solution into a flow through cuvette for spectrophotometric analysis. يعني بعد ما خلص حصل لي يعني إضافة السامبل للريجنس بعد ذلك بيحصل pushing للسامبل أو للمحلول بتاعي أو الرياكشن حقي للسبكتروفوتوميتر عشان يحصل له reading. دي عندنا الـ continuous flow هنا الـ sample and air bubble اللي هو قلنا بيحصل عملية بتاع pumping للـ sample أو pushing للـ sample لغاية ما يحصل لها mixing مع الـ reagents بعد ذلك to incubator and reaction detector. The major drawbacks that contributed to the eventual demise of traditional continuous flow analyzer is the marketplace. In the marketplace where significant carry over problems and wasteful use of continuously flowing reagents. أكبر المشاكل اللي بتواجهنا في الكونتينوس فلو اللي هو المشكلة بتاعت الكاري أوفر. كاري أوفر يعني معناها بيحصل لها عملية بتاعت ميكسين بين ديفرنت سامبلز لأنه إحنا بنعتمد على شنو عملية بتاعت
pumping أو aspiration of samples into tube. بعد ذاك تمشي ليه الكيوبيد يحصل ميكسين مع الريجنز. فممكن يحصل ليه شنو عملية بتاعت contamination أو ميكسين between different samples, والكلام ده ممكن في النهاية يدينا incorrect test result. وعشان كده نعتبر الكاري اوفر دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتواجهنا في continuous flow analyzers. The continuous flow is also used in some spectrophotometric instruments in which the chemical reactions occur in one reaction channel and then is rinsed out and reused for the next sample, which may be entirely different chemical reactions. يعني ال continuous flow الكيوبيت اللي احنا قرينا فيها ما من المياه بنقوم بنعمل لها washing, لو بيحصل لها rinsing في water تغسل, بعد ده ممكن نستخدمها لفحص تاني. فأحيانا ممكن يكون نفس الفحص لمريض تاني, وأحيانا ممكن يكون شنو لفحص مختلف. On the other hand, we have discrete analyzer. The discrete analyzers is the separation of each sample and accompanying reagents in a separated container. هنا الميزة بتاعت discrete analyzer بنلقى إنه samples في أماكن معينة والreagents في أماكن معينة ومفصولة في حتات مختلفة. In discrete analyzer, it have the capability of running multiple tests on the sample at a time or multiple samples on a test at a time. الميزة بتاعت الديسكريت أنالايزر ممكن أنا أعمل مجموعة من الفحوصات في عينة واحدة, أو مجموعة من الإكسبيريمنتس أو مجموعة من السامبلز ممكن نجري عليهم نفس الفحص. يعني مثلا عندي 5 بيشنس كلهم عايز أعمل لهم راندوم بلوت شوغر, فممكن أعمل بروغرامينج للجهاز وأبدأ أشتغل. They are the most popular and versatile analyzers and have almost completely replaced the continuous flow and centrifugal analyzer. يعني لانه قلنا الديسكريت انالايزرز واحده من الميزات اللي فيه اللي هو مينيمايزنج ذا كاري اوفر بروبلمز, المشاكل بتاعه الكونتامينيشن بتحصل في السامبل اللي هو بتواجهنا في الكونتينوس فلو عن طريق الديسكريت انالايزر احنا ممكن نقلل لادنى حد. ليه؟ لانه السامبلز موجوده في حته منفصله عن الرياجنتس. اضيف الى ذلك انه احنا يعني الكيوفيت او الصلصه اللي بنعمل فيها الرياكشن بتبقى ديسبوزابل, بنغيرها بنيو ون, فعشان كده بنقلل الكونتامينيشن والايرورز اللي ممكن تجينا من ميكسين بتوين السامبلز. The sample reaction are kept discrete through the use of separated reaction cubates or cells or slides as I said, or wells that are disposed of following chemical analysis. اللي بنعمل لها disposing. This keeps sample and reaction carryover to minimum but increase the cost per test due to disposable products. يعني على الرغم من انه فيه ميزه بتاعت minimizing the carryover, لكن المشكله اللي ممكن تواجهنا فيه اللي هو بيزيد الكوست بير تيست. ليه؟ لانه انا بكون عندي disposable products, يعني بكون في disposable بكميات كبيره, لكن برضه في النهايه يعتبر يعني advantage اللي هو احنا حلينا المشكله بتاعت الكاري اوفر اللي بتواجهنا في الكونتينوس فلو او في centrifugal analyzer. مثال ده عندنا هيتاشي 902 analyzer اللي هو تبع الروش دياجنوستيك, يعتبر good example for automation. لو ملاحظين هنا عندنا في area for samples, وفي on the right side اللي هو الحاصل لها covering with cap اللي هو دي بالحتة الريجنت. بعدين عندنا البروب زي ما ظاهر عندكم او البيبيتس. يعني with automation there is still some very basic steps. يعني على الرغم من انه احنا استفدنا من الاوتوميشن في انه زدنا عدد الفحوصات اللي ممكن نشتغلها, قللنا كميه الاخطاء, لكن في بعض التشالنج اللي ممكن تواجهنا such as specimen preparation and identification. يعني لازم ان احنا برضو يعني still now عندنا مشكله في العمليه بتاعه specimen preparation. ليه؟ لانه دي الاوتوميشن فيها يمكن يكون يعني not yet بصوره 100%, فعشان كده لازم احنا نقوم نحضر العينه بتاعتنا ونعمل ليبلنج وبيشنت اي دي اند سو اون, بعد ذلك نعمل داتا انتري. اولسو ليبلنج ستيل كريتيكال, من المشاكل اللي ممكن تواجهنا قصه بتاعت الليبلنج. اند اولسو بروجرامينج اوف انستريمنت, يعني البرنامج بتاع الجهاز مفروض ان احنا مثلا نتابعه كل فتره تانية نعمل له ابديتنج بصوره مستمرة. Also laboratory personnel must perform and observe the quality assurance and quality control. برضو لازم laboratory specialist يطبق quality control والquality assurance measure
في كل الخطوات بتاعت الاوتوميشن عشان نضمن انه النتائج حقتنا اكوريت وبريسايز. يعني عشان تبقى ريليبل ريزلت لازم نعمل كل الميجرز حقت الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. اكزامبل للتوتال لابوراتوري اوتوميشن، لو ملاحظين فيه الروبوتيك انالايزر انترفيس مثلا زي سيسميكس، عندنا فيه الاونلاين انالايزر انترفيس، عندنا فيه مثلا الاوتوميتد هليكوبتر في السبيسيمين سورتر، في الانكبر، في الريكبر، بعدين عندنا في الريفريجيريتد ستورج مانجر، وعندنا الاوتوميتد سنترفيوج، وعندنا الترانسبورت سيستم واللودينج ستيشنز. فدي تعتبر دي الكومبوننت بتاع التوتال لابوراتوري اوتوميشن. ذا اذر اكزامبل اوف لابوراتوري اوتوميشن سيستم اللي عندنا موديل 7600 سيريز. And I think that is all about automation and clinical chemistry, and thank you very much.